دكتور عميد بلي، طبيب أسنان أمين عام مساعد في نقابة أطباء أسنان تونس. احنا جينا اليوم كمبادرة من نقابة أطباء أسنان تونس بالتعاون مع سيد محمد السيداوي كناشط المجتمع المدني. القافلة هذه تدخل في إطار دعم جهود وزارة الصحة لنهوض صحة الفم والأسنان، وهذه مبادرة زادة كقافلة صحية كأول مرة تقريبا تصير. نداء معنا ضمت العديد من أطباء الأسنان من جهات الوسط، قروان وسوسة ومستير. دكتور شمس الدين مرعي، رئيس اللجنة الإعلامية للعمالة الوطنية لأطباء الأسنان، أمين عام وطني مساعد في نقابة أطباء الأسنان مكلف بالقطاع الخاص. دونك الهدف من القافلة الهالية باش نعملوا تقصي للسوس، تقصي للديسمورفوز اللي تسمى معناتها نتاع تقويم الأسنان، وباش نقدموا وسائل حماية الأسنان اللي هما معجون 40 طبيب، وعندنا أربعة من الزملاء نتاعنا، زوز أطباء مقيمين وزوز أنترن في الطب العام والميديسين دو فامي. عرفنا بروحك. السيداوي الناشط في المجتمع المدني، نسقنا قافلة مع سي عماد جبالي المساعد النقابة نتاع الطب الأسنان، نسقنا معاهم وحددنا التاريخ نهار 25، وكنا في الموعد أول ما بدأوا معناها باش يفسروا الحفاظ على الأسنان، ثم فرقنا لهم للدونتيفريس، وبعد معناها فما سيمينار في المجلس في القاعة متاع البلدية، سيمينار فما مؤطر، وهذه مش القافلة الأولى، هذه السابعة، وإن شاء الله فما قوافل أخرى في طب في جميع الطب الاختصاص. أنا عاطف عميري، مواطن من الدشرة هذه، فهمتني ولا؟ والله يعطيكم الصحة، بادرة باهية جونا للطب الأولاد نتاعنا، سبحان الله تبارك الله، فهمتني ولا؟ وإن شاء الله في حاجة أخرى، فهمتني ولا؟ قافلة أخرى للكبار، فهمتني ولا؟ الغرض الدم للقلب الكليكة، فهمتني ولا؟ وإن شاء الله ربي معنا. هاي بن عياد، أستاذ تعليم ابتدائي في المدرسة الابتدائية ولاد عاشور. اليوم نظمنا قافلة طبية لطب الأسنان باش نزيدوا نوعي وصغيراتنا حتى الكبار زيدا جاو بأهمية المحافظة على الأسنان متاعنا. والله البيدرة لقات استحسين كبير، ما كناش نتصور وباش يجيو الكم هذا الكل متاع التلامذة والأولياء، وما شاء الله هكترى الناس الكل عديت، الناس الكل فرحانة على خاطر أول مرة الحاجة دي تصير في مدرستنا، ويسر فرحانين وفخورين اللي احنا نجمنا نقدموا حاجة للبلاصة دي بالرغم النقائص اللي موجودين في السبيطارات لهنا وحتى في المستوصف اللي قريب لهم. دونك نتمنيو هكا نزيدوا كل مره حاجه، مثلا مش كان طب اسنان حتى طب عام، باش العبيد اللي يسكنوا لهنا قراب معناها سواء كبار في السن ولا صغار يجيو يعديو ويلقاو حاجه معناها قريبه لهم تنهض بيهم وتخليهم ديما في صحه جيده، وان شاء الله ناس كل لاباس، وان شاء الله تتكرر في حاجات اخرى. الحياه فهم، الحياه فهم، زهره الحياه.